وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل مع كتاب الله عز وجل ومع سورة مريم من الآية رقم 21 إلى الآية رقم 39 من نفس السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. صح. بلنا نسيا بالكسر وليس بالفتح. نعودها مرة ثانية. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. امشي. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. عود. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. نعم. نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم. امشي عادي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أعيدوها. وهزي إليك
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قومها تحمله نعم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أعدوها سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا زيد أعيدوها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه نعم آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أعيده قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مرة ثالثة وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا زيد ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول انتبهوا عاود ذلك عيسى بن مريم اي نعم أعيد ذلك عيسى بن مريم عليه السلام قول الحق الذي فيه يمترون مرة أخرى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صح سبحانه نعم إذا قضى أمرا فإنما جل في علاه أعيده ما كان لله أن يتخذ منه ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون مرة ثالثة فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأن الله ربي وربكم
المرة الثالثة. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم أي أعيده. فاختلف الأحزاب من بينهم أي. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. زيد. فاختلف الأحزاب من بينهم نعم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا صح لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أعيده. حسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. زيد. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ونزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. وقري عينا أولا نرقق الراء مع مراعاة المد مش وقري عينا. وقري عينا أعدوها. فكلي واشربي وقري عينا.
تاراي مش تاراينا، ثم شكون يفتح فيها جملة واحدة؟ تاراي تاراينا مش تاراينا، تاراينا خطأ، تاراي تاراينا منا. أعيد وين؟ فإما ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية مع رقم واحد، ثم نحاول نلتزم بالتوقيت. احنا كنا 8:30 توليت اي لا كتبنا الا كتبنا وقلنا وثم اللي تواصلت معهم فهمتني الاخت خيرة قلنا باش تستقر الحصة الوقت نتاعها 8 نتاع الصباح صحيح تو ان شاء الله 8 كيف نقولوا 8 معش يجيني 4:15 التزام بالتوقيت به لان القران يعلمك الانضباط في التوقيت 8 خليها 8 8:30 8:30 فاهمين ان شاء الله نلتزموا بالتوقيت في الدخول والخروج ونحب نعمل ملاحظه في الحصه الماضيه ثم شكون خرج بدون ما يستاذن ثم يجي 3 ولا 4 خرجوا هكاك وانا قاعد نخزر لهم هذا لا يليق لا يليق بواحد يجي يقرا ثم انه يخرج من غير ما يستاذن
هذا تعلمه من القرآن. القرآن نزل لك سورة كاملة اسمها سورة النور، اقرأ ما فيها، وأمر النساء بحفظها. مش تتعلم الاستئذان، مش تخرج كيف، مش تخرج عندك أي طارئ ترفع يديك تستأذن وما تخرج، هذا من الإيمان. يعني اللي يستأذن هذا إيمان بحول الله، إيمان قوي. قرأوا الآية في سورة النور إن شئت، أما أنه يخرج من غادي الغادي هذا مرفوض. أي نعم، واحد من الرجال عملها خرج بدون ما يشاور، بعد طلبني قال لي سيدي فين وصلت؟ قلت له لو وصلنا ولا بدينا ما عاش جيني. أنا اللي جيني هنا يتعلم يتأدب، لأنك قرينا على مشايخنا تعلمنا منهم الآداب. عمره لكن الواحد يخرج هكاك، حتى تعلمنا أنه وقت الشيخ يتكلم ما تقطعش الشيخ حتى يكمل كلامه، ومن بعد اسأل السؤال متاعك ولا كذا. أما أنه واحد يخرج هكاك لا يليق. ردوا بالنا من هذه التصرفات التي لا تليق بالقرآن الكريم. أي سيدي مالا، نرجع إن شاء الله للتلاوة، تفضلي بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قصيت والسين هي قا صي صا صي، قصيا بالصاد المفخمة، فيها كل صفات القوة. نعم، الاستعلاء والإطباق وما إلى ذلك. قصيا مش قسيا، قاسي قا صي قا صي هكذا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. جميل. فأجاءها المخاض إلى جذع. اسمه. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. صح. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جميل. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جميل، واصلي. تساقط عليك، تساقط، تساقط عليك رطبا جنيا. نعم. فأتت به فكلي هكا ولا فكلي واشربي وقري عينا. شوية ترقيق الراء، وقري 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 عينا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين تاء ركي تاء فإما تاء تاء فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إنسيا إنسيا جافي بين اللسان وبين ما يقابله. إنسيا هكذا. فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. بغي بغية ابن مراتب التفخيم. بغية كانت أمك بغيا هكك. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا
شقيا. كافي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، ممتاز، جزاك الله كل خير. اللي بعد، هاي يا معين يا الله. طيب مرحبا. أي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أي والسلام علي يوم. ارخي شوي الياء. والسلام علي، علي قابلة للجريان، علي مش علي تولي شديدة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. شفتها، حيا مش حيا، لا تولي شديدة هكا وهي رخوة يجري مع الصوت. نعم قولي. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي، ربي فخم الراء، ربي مش ربي، ربي فخ. وأن الله ربي وربكم، وربكم وراء وراء، الواو مرقة والراء بعدها مفخمة. نعم. وأن الله، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم، وأبصر يوم، رقق الراء قبلها كسرة، وأبصر، وأبصر. نعم. أسمع بهم وأبصر يوم، وأبصر زيد رقق مش وأبصر، وأبصر. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال. فخم الضاد في ضلال، في ضاد في ضلال مبين. فخم الضاد. لكن الظالمون، الظاء هذه تشال، نعم، الظاء طرف اللسان مع ما يقابلها. نعم. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. حكك وأنذر، مش وأن، وأنذر تقيق الهمزة، وأنذرهم، 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 ذر، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. عود. إنا الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فتح الله لك، بارك الله فيك، أحسنتي، شكرا. اللي بعد، مرحبا. أكب السلام يا الله. فحملته فانتبذت. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، قصيا، قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع، مش جذع، الذال لا قلقلة في الذال، إلى جذع، سكن الحرف، جذع النخلة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، مش النخلة، نخلة تولي الخام قلقلة، النخلة، أخ مفخمة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، بقي جذع، 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 سكن النخلة، قالت يا
منسية، إخفاء النون مع الغنة، عودها الكل حتى تضبطها الآية. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حكي به. نعم. سريا سريا، جيب الساكن وبعد المتع، سريا هكاك. وهزي إليك بجذع سكن إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما كسرة الهمزة وضحي حكيك مدي المد. فإما عندك الغنة حركتين والمد. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله عليه السلام. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا هكاك. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد مدي عاد ما قلت كتب ده ثم غنة وبعدها مد الراعي والغنة الزمن تاع الغنة حركتين وبعد زيد الراعي والمد. قال إني شفتها كيف إن هكا زمن إني قال إني عبد صحيح. الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا ما تشدش برشا في الراء وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كافي يعطيك الصحة بارك الله فيك جزاك الله كل خير. نعم اللي بعده. مرحبا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمتر الراء مضمومة مفخمة يمتر قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون جل جلاله وأن الله
فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم مشهد مش خلق له شيء فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم صحيح أسمع بهم وأبصر يوم وأبصر يوم يأتوننا رق الراء وأبصر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم ذرهم وأنذرهم يوم الحسرة حسرة راء فخيم الراءات مفتوحة خاصة والمضمومة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يا لطيف إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحة جزاك الله كل خير اللي بعد هاي وأنذرهم يا محمد عليه السلام وأنذرهم شفت وأنذرهم شوف فترقيق يعني يكون رحيما بهم حتى الترقيق والتفخيم يعطينا المعاني وأنذرهم فيها ترقيق لكن الحسرة مفخمة وإلا مرققة الحسرة مفخمة لماذا؟ قال لك لأن في هذا اليوم يتحسر فيه الكافر والظالم والمؤمن والعاصي الكل يتحسر فالكافر والظالم يتحسران على عدم الإيمان بالله عز وجل وبرسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام وأما العاصي لأن العاصي لا يكون إلا من هذه الأمة العاصي والمؤمن من هذه الأمة والمنافق كلها من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتحسران على ماذا؟ على تقصيرهما في عبادة الله عز وجل يلقى عنده نصيب في سجل الحسنات موجود لكن الرصيد يخليه في منزلة في الجنة يتمنى في كل وقت لو أنه فعل في الدنيا أكثر حسنات حتى يكون في أعلى المراتب كما توروا في الدنيا تو في الدنيا ثم نسقل كه مصابنا نسكن في البلاصة الفلانية ولا في المكان الفلاني ولا بجوار فلان الفلاني واصل في الدولة وكذا معايير البشر في هذه الدنيا ها لو كما يسكن في بلاصه مثلا كذا يسكن في بلاصه اخرى بدون ما نسمي كلكم تعرف كذلك في الجنه نفس هناك من يكون بجوار النبي ويرى الله عز وجل وهناك من يكون في الجنه ولا يرى النبي ولا يرى الله عز وجل مش يعمل به عباره حاطينه في تريكنا غادي عنده ما يعمل به فبالتالي على قدر السبق هنا في الدنيا يكون السبق هناك اي في الاخره إيه نعم عبد الله بن مسعود يقول على قدر السبق في الدنيا في التسارع في الخيرات يكون السبق هناك في الآخرة إيه نعم فبالتالي هذه الآية لابد أن نقف معها قال وأنذرهم يا محمد يوم الحسرة كله يتحسر إذ قضي الأمر تو في الوقت هذا ثم شكون ينجم يرجع للدنيا باش يعمل حسنات حتى حد إذ قضي الأمر وهم في غفلة أي في الدنيا وهم لا يؤمنون تولي ما يصليش يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يسمعها وما يصليش بجوار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كنت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أخالف يعني لا أصلي مع الصحابة أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعات يعني في المساجد فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ما ثماش وعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل وعيد الذي يتهاون في الصلاة
يسمع حي على الصلاة بجوار المسجد وهو جالس في المقهى ولا جالس في بيته ولا مازال في الطيب ولا تتكلم في التليفون. وقتاش تصلي قبل العصر بدري يجي انت عملك تقوم تصلي. بينما توجيكم في الآية في هذه الصورة قال فخلف من بعدهم خلف. شو معناتها أضاعوا الصلاة؟ أي أضاعوا الخشوع في الصلاة. وهذا الذي أميل إليه. تو عبد الله بن مسعود يقول أضاعوا الخشوع في الصلاة، مش الصلاة، لا يصلون لكنهم لا يخشعون. قال بدليل ماذا؟ قال بدليل الآيات اللي قبل الآية، وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن شعملوا أي بعد وبكيا. قال خروا سجدا وبكيا، قال يدل على الخشوع في العبادة وليس على التهاون في الصلاة. لكن ابن عباس ايش يقول؟ يقول لا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني أضاعونا ليس بمعنى أنهم تركوها بالكلية، ولكن كانوا يؤخرون الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب، وهكذا كما هو الحال في بلادنا. احنا تولي شادين الإدارات ينجم يصلي في الإدارة يباصي هكا ولا شي يعمل، يضطر باش يصليهم آخر الوقت، وبعد برا عارف شي يلمهم له الصبح وزيدهم الظهر وزيدهم العصر وزيدهم المغرب والعشاء، معك التعب بتاعه هو وكذا. كيف سيكون حال هذه التأدية للصلاة؟ توشفت الأعداد اللي طلعت البارح ما شاء الله، لو كان طلعوا بالدفاع عن الإسلام المفتي الأسبق الشيخ حمد سعيد، هو من نابل عالم جليل، قالك استدعاه الرئيس للقصر، هو اللي استدعاه خلاه ينتظر في قاعة الانتظار 5 ساعات، وبعد جاوه قالوا له الرئيس عنده التزامات ما نجمش يقابلك، فهو اللي استدعاه عالم جليل. هذه في بلاد تسمى بلاد الزيتونة والعلماء، انت تعيط له لواه؟ وين الشأن الديني؟ هل 200,000 اللي خرجوا هذوما كان خرجوا على حاجات اخرى مش افضل؟ مؤسسة الدولة يقول لك مؤسسة الدولة هل تحمي الدين؟ ريتوا هكا التشنيع على الجمعيات القرآنية وكذا، ما خرج حد وقت اللي سكروا عديد المدارس. المجلس الإسلامي الأعلى في تونس اتحل، حلوا الوزير الأسبق، حلوه جملة واحدة، هذا يصرف على. ولذلك أحيانا توا طباعة المصاحف الأخيرة فيها عديد من الأخطاء، لأنه الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مرجعية في هذا الشأن. تمشي ليبيا تلقى هيئة كاملة تراقب المصاحف، دار الإفتاء تلقى مش مفتي واحد يهجي، لا. بينما في دول أخرى يأتي الرئيس ويزور العلماء، بل ويحضر في الجنائز نتاع العلماء ويقبل أيدي العلماء، مع العلم أن هذه الدولة هي 5ª والـ4ª على مستوى الترتيب العالمي في الاقتصاد وما بل ويحمل العلماء على إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به. هنا تفهم المعنى هذا. فبالتالي احنا نقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، نسأل الله ألا نكون في غفلة. أي نعم، وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض، أي نعم، ومن عليها وإلينا يرجعون. وخليفة الله في أرضه أنت أيها الإنسان، فأحسن العمل في هذه الدنيا حتى تسعد في الآخرة. أي نعم، رب يجعلنا من السعداء جميعا. أي سيد قول. أي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منقوبيا. فناداها من تحتها ألا
تحزني، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة، ممتاز، بارك الله فيك، أحسنتي. تلاوة سلسة ما شاء الله، سلسة ممتازة، بارك الله فيها. في الآية الكريمة إشارة، قال وأوصاني إيش؟ بالصلاة والزكاة. شو الزكاة؟ لا، وزكاة المال، زكاة المال تو حتى يصدقوا، تزكية النفس، أحسنت. زكاة أي التزكية النفسية. أي نعم، أي والله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح أي من زكى نفسه. أي نعم، لأن الزكاة تأتي بمعاني عدة، من بينها طهارة القلب وطهارة النفس، وهذا المقصود في الآية، وليس الزكاة اللي نعرفها إحنا، زكاة الأموال وزكاة الثمار وغير ذلك. أي نعم، أي نعم. والسلام علي يوم ولدت. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. حيا، حي، شفت؟ حيا، حيا. أيوة، ذلك عيسى بن مريم عليه السلام، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من اتخذ، يتخي، خي، مش خي، خي. كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
احسن إننا نحن إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها يرجعون. دي مع القصر مش لازم التوسط، ما عنديش نفس، القصر موجود. يرجعون لازم أقول يرجعون، هم ما عنديش نفس، خلي على القصر. نعم كنا متعودين على التوسط، مش هكا القصر باهي ما دام موجود من باب التيسير امشي على القصر، لازم نجيب التوسط ولا الطول. اي نعم بارك الله فيك، بسم الله في عقلك. اي نعم شو اللي بعدها؟ رقم 6 7 مازال 8 جيت عليكم السلام مرحبا. طيب أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قوة إيمان في هذه المرأة، شفت الإيمان تو الآية اللي صارت معها مش سهلة، بكل سهلة ولا مش سهلة كلام الناس. فناداها من تحتها، يلزم إيمان مثل جبل أحد هكا ولا شيء عجيب. قوة إيمان في هذه المرأة عجيبة عليها السلام. والله تقرأ القرآن وتعيش معه مش أمر سهل. أي والله إحنا تو الصغار اللي تولدوا تو عينيهم مفتوحة ملياطهم قريبة، هالجيل بتاع فيسبوك ربي يقدر الخير منه، يتولدوا منا عينيهم محلولة منا يا لطيف. نعرف كي تولد عينيه تبدأ على طول مسكرة، يا ولدي مازال ما مكرشم وعينيه محلولة يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء عجيب، كل شيء تقلب، حتى الكسكروت ولا عيطوله مقلوب، هي مقلوبة بطبيعة. أي كل شيء مقلوب. أي والله صغار يتولدوا عينيهم مفتوحة، والله أنا عارف يتولد منا عينيه مازال هكا عينيه لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذه بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أي نعم ربي يحفظهم إن شاء الله. أكيد 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 ربي يرحمنا إن شاء الله. أي واصل الآية. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي
ولم يجعلني جبارا شقيا. ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة، ممتاز، بارك الله فيك، شكرا، أحسنتي. نعم، الرقم اللي بعده. ما شاء الله، تلاوة طيبة، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بارك الله فيك، ما شاء الله، أحسن الله إليك.